الجولة الصحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تيفي. أهلا بكم، نستهلوا الجولة من يومية صباح لعنوانات كولونيل المخمور يثير الرعب بمكناس. قضت المصالح الأمنية والاستخباراتية المدنية والعسكرية بمكناس ليلة البيضاء الجمعة الماضي بعدما تسبب كولونيل سابق بالقوات المسلحة الملكية في رعب بشوارع العاصمة الإسماعيلية بعدما كان في حالة سكر طافح واستعمل مقلاعا به كريات معدنية وأصاب زجاج ملهى تابع لفندق شهير بمحيط القاعدة الجوية الثالثة ما أثار حالة استنفار وسط زوار الملهى ضمنهم أجانب. وإلى يومية الأحداث المغربية، تأجيل جديد لقضية باديس. أجلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية الثلاثاء محاكمة المتهمين في ملف المركب السكني باديس بالحزيمة إلى غاية تتجدد جنبر القادم بسبب تخلف 4 متهمين عن الحضور أدلى دفاعهم للمحكمة بشهادات طبية وكذا غياب عدد من الشهود. وإلى أخبار اليوم، المغرب يستكمل انتشاره العسكري بإفريقيا. وإلى تفاصيل بارزت في الأسابيع الأخيرة الأجندة العسكرية من خلال ترسيم وإعلام حضور الضباط العسكريين المغاربة في كبريات العواصم الإفريقية. المجلس الوزاري الذي ترأسه الملكة أول أمس الاثنين صادق على مرسوم يحدث منصب ملحق عسكري في سفارة المغرب لدى نيجيريا، فيما أنهت الأمانة العامة للحكومة تحضير مرسوم مماثل يحدث منصبا مماثلا في سفارة المغرب في إثيوبيا. الملحق العسكري المغربي في أديس أبابا سيصبح مستشارا عسكريا لدى البعثة الدائمة للمغرب في الاتحاد الإفريقي. ونختم بالمساء، ملثمون يهاجمون ناقلة للأموال بسيوف والكريموجين. تعرضت سيارة لنقل الأموال لهجوم بطريقة وصفت بالهوليودية ببلدية أي تورير التي تبعد بحوالي 36 كيلومتر عن مدينة مراكش من الناحية الشرقية. وقد نفذت الهجوم عصابة مكونة من 3 شبان استعملت فيه أسلحة فيه أسلحة بيضاء وقنينة كريموجين. الجولة الصحفية انتهت، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.